You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today. هذه قصة بدأت في الظهور الأول للمحفل القديم في إمبراطورية العم سام عام 1723. أعلن الهدف الأول منها عبر ثلاث كلمات نقشت على الختم الأمريكي بحروف لاتينية نافوس أوردو سيكلوريوم، جاء معناها لمن يريد المعرفة والاستيقاظ بالترتيب الجديد للعصور. إنها خطة انطلقت مع الفرسان التسع قبل أكثر من 500 عام، ورسخت في نهاية المطاف بين اللونين الأحمر والأزرق انطلاقا من اسكتلندا ووصولا لواشنطن. أعلنت بعد 200 عام في مطلع القرن العشرين، وتحديدا بعد لعبة الحربين التي أعادت ترتيب الأقطاب والتوازنات وحولت العالم تحت سيادة الدولارات، فبات الحكم تحت رحمة الأوليغارشية من أصحاب الذهب والقرار، إلى أن كتب كتاب سر الأسرار الذي لحن على معزوفة العولمة والحرية في الحياة والاختيار، حمل بداخله ألف خطة ومشروع وقرار أخفيت جميعها خلف اسم واحد ستار عرفه القطيع الأليف باسم النظام العالمي الجديد، فنفذ فيه ما كان إلى أن دار الزمان إلى عصر هذه الأيام. أهلا بكم خلف سطور النظام والأحرف الخفية التي تشهد على ما يحدث الآن. إنه القرن العشرون، القرن الذي غير معالم العالم الأيديولوجية والطبوغرافية والعقائدية، بل استطاعوا حتى تغيير شكل الأرض في عقول البسطاء من الناس، فهو القرن الأسوأ في جميع القرون. فإذا سألك أحد عن القرن العشرين قل له هو القرن الذي أسس على الخداع وجلب الويلات على الأمة جمعاء. سنبدأ الحكاية بين الحرب العالمية الأولى والثانية، عندما كشف لأول مرة عن مفهوم جديد سمي بالنظام العالمي الجديد، وذلك من قبل ممثلين على خشبة المحفل القديم بلسان وودرو ويلسون الرئيس 28 للولايات المتحدة ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا، من أجل التمهيد لفترة جديدة تتميز بتغيير جذري في الفكر السياسي وميزان القوى العالمية يهدف إلى تقييد العالم تحت حكم واحد. بدأت خطوات تنفيذ هذا المشروع في تشكيل المنظمات الحكومية الدولية، بداية من عصبة الأمم في عام 1920 والأمم المتحدة عام 1945 ومنظمة حلف شمال الأطلسي عام 1949، إلى جانب الأنظمة الدولية مثل نظام بريتن وودز والاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ومنظمة الصحة العالمية. كل هذا حدث أمام الجميع، إنشاء مؤسسة عالمية لكل مجال من مجالات الحياة السياسية والعسكرية والصحية والاقتصادية وحتى الترفيهية. كانت الخطوات العلنية لإنشاء نظام وحكم عالمي واحد يخضع الجميع بالحديد والنار خلف ستار الأقمشة الوردية، إلا أن الاتحاد السوفيتي كشف خيوط اللعبة آنذاك ورفض الانصياع تحت هذا التيار، فلجأت نخبة المحافل الكبرى إلى استخدام كرت الإعلام والعقوبات وتحريك الدمى العربية لإرسال الإسلاميين نحو حرب طويلة ضد السوفيتيين العدو الأشرس للإسلام.
صعدت الأئمة على المنابر ونادت المسلمين بالجهاد ضد السوفيتيين بأمر مباشر من أمريكا التي ضربت طائرين بحجر واحد، هدفت إلى استخلاص وجمع المسلمين الذين يحملون العقيدة الجهادية وتوجيههم ضد السوفيتيين للتخلص من كليهما في حرب الفائز الوحيد فيها كانت بلاد العم سام. بلع الجهاديون الطعم وتحركوا كالبيادق لتنفيذ خطة النظام الموحد بدون وعي وإدراك وبدعم مباشر من أمريكا، إلى أن انهار الاتحاد السوفيتي عام 1991 واختفى القطب المقابل والمعارض للولايات المتحدة، وأعلنت أمريكا الحرب ضد الجهاديين الذين استطاعوا كسر شوكة السوفيتيين، فحليف الأمس بات عدو اليوم. وهذه الخطة تعاد مرارا وتكرارا والناس في غفلة تائهين لا يعون ما خلف الأحداث لغاية وقوع الأمر. وفي هذا العام بدأ رسميا حكم النظام العالمي الجديد. إن المتنورين وأنصار حركة العصر الجديد يسعون إلى إخضاع العالم لحكم لوسيفر، أي إبليس اللعين، ومن أجل هذا الهدف فإنهم يسعون جاهدين لحكومة عالمية وجيش عالمي واقتصاد عالمي تحت حكم الأوليغارشية المالية البريطانية. يترأس الأرض دكتاتور عالمي يدعمه مجلس من 12 من الأتباع المخلصين، وكل هذه الخطط سيديرها مجلس العلاقات الخارجية والمفوضية الثلاثية. ومن أجل هذا كله لا بد من تحسين صورة الأمم المتحدة من خلال توحيد أوروبا وإنهاء الشيوعية وترسيخ المبادئ الإنسانية. ويتنبأ روبرتسون في كتابه بحدوث أزمة اقتصادية ستضطر فيها الولايات المتحدة إلى نقل سيادتها إلى الأمم المتحدة، والتي ستنصب رئيسا اشتراكيا للعالم يحكم وفقا لمبادئ دين الإنسانية مجردا من أي تشريع إلهي، أي محو الدين من الأرض واستبداله بدين بشري تحت إشراف التنظيم الهرمي. وعليه أعلنت جمعية جون بيرش عام 1991 أن العولمة والتفكيك العالمية للحواجز التجارية من خلال منظمة الجات والاتفاقيات التجارية الأخرى ما هي إلا خطوات نحو نظام عالمي جديد، وسيتم استخدام القوات العالمية في نهاية المطاف لقمع أي مقاومة للعالم الموحد. وما هي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلا تمرين أولي لهذه الممارسة المستقبلية؟ وصرح جون ماكمانوس رئيس الجمعية المناهضة لهذا النظام أن الهدف هو انهيار السيادة الوطنية عبر الاقتصاد، وفي النهاية إن لم يتم إيقاف كل ذلك سيظهر النظام العالمي الجديد وستكون الحرية مجرد ذكرى، وسيحكم العالم 13 عائلة ظهرت أسماءهم اليوم وبشكل علني. هذا البيان كتب وأعلن قبل أكثر من 30 عام، ونجد أن ما ذكر فيه يحدث الآن حرفيا، فلقد بات العالم بأسره تحت حكم النظام العالمي الموحد. وفكرة الدين الإبراهيمي الذي تشجع عليه الحكومات ما هو إلا الخطوة ما قبل الأخيرة لتجريد البشر من الدين نحو اللادين، وتنشر الأفكار الباطنية الغنوصية عبر البروباغندا الإعلامية من خلال منصات الأفلام التي بات لها تأثيرا أكبر من تأثير السحر على الأعين والآذان، من أجل إخراج جيل جديد يرى كل المحرمات والموبقات على أنها أمر من المسلمات. وها نحن اليوم نرى الفتيات والذكور ينطقون أقذر الكلمات بدون خجل ولا استحياء. ننتقل الآن بخطوة جديدة خلف السطور لنكشف لكم شرخا عميقا يحدث الآن سيؤدي إلى انتقال النظام العالمي الجديد إلى النظام العالمي الموحد، وسيؤدي هذا إلى انهيار الدولة إكس بجميع محافلها 13. ومن يريد فهم هذا الكلام اسمع لما سأرويه الآن. منذ ما يقرب من 2000 عام سيطر التيار الديني على الحكم في الإمبراطوريات والدول،
فقد انقسم العالم لفترة طويلة بين الإمبراطورية البيزنطية المسيحية المقدسة وبين الخلافة الإسلامية التي امتدت وحكمت نصف العالم. ولكن القرن الثامن والتاسع عشر حضر فيه التيار اليساري الإلحادي المبني على العلمانية المادية باسم التنوير والحضارة، فانقسمت الدول العظمى في جميع حكوماتها إلى تيار يميني وتيار يساري، اتفق كلاهما على عداء وإنهاء مفهوم الخلافة والقوة الإسلامية، ولكنهما يحملان توجهين متعاكسين دوماً. ظهر مصطلح التيار اليميني واليساري كمصطلح سياسي يرجع أصله إلى زمن الثورة الفرنسية عام 1789، حيث كان النواب اليمينيون يجلسون إلى اليمين موالون للحكم الملكي، أما اليساريون فقد كانوا يمثلون الحزب المعارض ويأخذون الجانب الأيسر في البرلمان الفرنسي. ولكن ظهور التنويريين في القرن الثامن عشر من أتباع محافل الثلاثة والثلاثين أدى إلى تطور وتشعب مفهوم التيار اليساري، وتوجهت الدولة العميقة إلى دعمه بشكل علني على حساب اليمينيين، الذي يعتمد مناصروه وأتباعه على التدخل في حياة المجتمع للحفاظ على التقاليد من لوائح وتشريعات بما فيه الدستور الإنجيلي، إلا أن اليساريين أوجدوا بروباغندا دعائية أكثر جاذبية للعوام تقوم على مبادئ ظاهرها مشع وبراق كالمساواة بين أفراد المجتمع والديمقراطية وإلغاء الرأسمالية، ولكن داخلها مناهض لكافة القيم والأعراف والتشريعات السماوية. وبمرور الوقت تغير وتشعب استعمال مصطلح اليسارية بحيث أصبح يغطي طيفا واسعا من الآراء، فباتت اليسارية الغربية تشير إلى الاشتراكية أو الليبرالية الاجتماعية في أوروبا، ونشأت تيارات تحت مصطلح اليسارية والتي تعرف اليوم بالأناركية، تدعو إلى إقامة مجتمع بدون دولة حاكمة، وتعرف باليسارية الراديكالية. وبقليل من الدراية والوعي السياسي نجد أن التيار اليساري هو تيار سياسي منبثق عن المحافل السرية، بداية من محفل روزيغروشن ووصولا إلى البنائين الأحرار، تقوم على المادية العلمانية اللادينية الإلحادية. والكثير من الناس المستيقظين اليوم يعلمون جيدا أن التيار اليساري يدعم وبشدة التحرر الجنسي والحركات النسوية والتوجهات اللادينية الإلحادية والأقليات على رأسهم الشواذ. تقوم اليوم القوى الغربية بفرض هذه المفاهيم الهدامة وبالقوة السياسية القمعية، وأيضا بالقوة الباطنية الغنوصية عبر التأثير باللاوعي من خلال منصات الأفلام والإعلام كشركة نتفليكس وشركائها. ولكن قبل عامين من الآن تفاجأ العالم بأسره بحدوث أمر سيغير مجرى الأحداث العالمية المتسارعة. في الآونة الأخيرة وتحديداً في عام 2020 بدأت الدولة العميقة بالتخلص من زعماء التيار اليميني واحداً تلو الآخر بالرغم من ولائهم المحض لها، ولكن الخطة القادمة توجب سيطرة اليساريين على الحكم. فها هو زعيم الحزب الجمهوري اليميني ورئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب يعزل من منصبه بعد ولايته الأولى، ويواجه زعيم الحزب اليميني الإسرائيلي نتنياهو نفس المصير، بل وحتى ميركل زعيمة الحزب اليميني الألماني التي أمضت حياتها بالدفاع عن قيم اليسار تتخلى عن منصبها لليساريين. واليوم بات عزل بوريس جونسون قائد التيار اليميني ووزير خارجية بريطانيا مسألة وقت لا أكثر بحجة انتهاكه لبنود مسرحية كورونا. وإذا نظرت حولك الآن ستجد أن جميع الممثلين الجدد في سدة الحكم من التيار اليساري الذي يدعو بشكل علني للحد من تزايد عدد سكان العالم، فقد باتت خطط وقوانين اليساريين هي الحاكم الفعلي للعالم، ولا يسمح لأحد بالمساس بها أو الدفاع عن سنة الله في الأرض. وجميعنا يذكر ما حدث قبل أشهر من الآن. أليس هذا ما يحدث اليوم؟ أم أنك ما تزال مشغولا بتحضيرات كأس العالم وبطولات كرة القدم أو الحلقة الأخيرة من المسلسل التافه على شاشات الانحراف؟
دعني أطلعك على أربع أمور يتم تنفيذها الآن علنا من شأنها أن تنهي المجتمع في قعر الجحيم. هناك قاعدة تقول إذا أردت بناء أو هدم أي مجتمع عليك أولا بالنساء، لأن ضبطهن على شرائع الله يؤدي إلى تربية جيل كامل وقوي لا يقهر. وأما عكس ذلك فخطير جدا، وما يحدث اليوم هو حقا مرعب. بادئ الأمر، تم فرض قانون حسبته أغلب النساء حول العالم أنه من أفضل قوانين الغرب، فأي رجل تزوج بامرأة غربية وطلقها يجب أن يدفع لها نصف ما يملك. وفي نفس الوقت تقوم الحركة النسوية على تحريض النساء ضد الأزواج، فبات طلب الطلاق هدفا لأخذ نصف الثروة، مما أدى في نهاية المطاف إلى توقف دافع الزواج في الغرب. فتشير الإحصائيات أن أكثر من 61% من الرجال يتجنبون الزواج ويكتفون بالعلاقات العابرة والمحرمة، لأنه بات مهددا بخسارة نصف ما يملك بسبب أو بدون سبب. وبهذا تم دعم العلاقات الغير شرعية بطريقة غير مباشرة. ويعاني المجتمع الغربي اليوم من ظاهرة خطيرة تدعى الأمة العزباء، مما دفع الغالبية العظمى منهن للإجهاض خوفا من تحمل المسؤولية لوحدها. وتقوم بعض الدول الغربية بتقديم حبوب منع الحمل والإجهاض بالمجان، كل هذا ضمن خطة محددة لنشر الفساد وخفض عدد سكان العالم. واليوم أقرت أغلب الدول الأوروبية والأمريكية بقانونية زواج الشواذ بدون أي قيود على الانفصال، أي إن قانون أخذ نصف الثروة عند الانفصال لا يطبق على أي أحد منهما، من أجل دعم هذا الأمر والتشجيع عليه. فكلما أغرق المجتمع في الشهوات والملاهي والترفيه بات حكمه أسهل بألف ألف مرة عن المجتمع الواعي. وفي المرحلة القادمة، وتذكروا كلامي هذا، سيتم تحضير الناس نحو المادية الروحانية التي ستقدم بدلا عن الدين الإلهي. ألم تسأل نفسك لما استدعت ناس رجال الدين بخصوص كذبة الفضائيين؟ لأنه قريبا، وأعتقد بعد عامين، سيتم إقناع الناس بأن من خلق الأرض وما عليها هم كائنات فضائية، وهي المرحلة الأخيرة لتوجيه الناس لعبادة إبليس اللعين عوضا عن عبادة الله الواحد القهار، ضمن خطة سيحتل الفضاء المزعوم مع كائناته الخيالية جزءا كبيرا منها. إن الحرب على الأبواب، لم يعد هناك وقت لإيقاظ النائمين. فعندما تكلمنا قبل سنوات عن تماثل الرقمين على أنه العام الذي سيبدأ فيه العد العكسي، ضحك الكثير وسخر الأغلبية. وها هي سنة 2020، حملت انهيار التيار اليميني وإعلان فيلم كوفيد ذي الأجزاء المتتابعة بفرض اللقاح وضعضعة الاقتصاد وتسيد الحركات اليسارية المتطرفة وانطلاق المرحلة الأشد من مراحل الانهدام الفطري الأخلاقي باسم الحريات والترفيه، على أرض كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وسأقول لك أمرا فعليا ستراه متناقضا، إن عام 2020 هو العام الذي بدأت فيه نهاية النظام العالمي الجديد نحو النظام العالمي الموحد، الذي سينهار في بضع سنين وستنهار معه المحافل 33. وأعلم أن هذا الكلام يصعب فهمه ولا يمكن شرحه بالتفصيل، فنهج التدمير هو نهج هذا النظام، لأنه الطريق الوحيد للحكم العلني الشامل. فحكم الدجال يجب أن يبنى على أنقاض المحافل والمنظمات والتنظيمات، وحينها لن ينفع بكاء الصارخين الضالين كما لم تنفع صرخات الغارقين بعد إنذار نوح لهم بالطوفان العظيم.